السلام عليكم خوتي بخير هاني كلشي مزيان مرحبا بكم في فيديو جديد هذا الفيديو ان شاء الله غنخدموا فيه كما غتشوفوا العنوان باين صوب واحد البروغرام اللي كيمكننا نحسبوا البي جي سي دي ديال جوج ديال الاعداد الحال ما غنعطيكمش العادة الحل نيشان نحاول نحاول نعلمكم ان شاء الله كيفاش تلقاو راسكم الحل كيفاش تلقاو ديك الالغوريثم اللي غيفهموا البروغرام اللي غتفهموا الماشين باش تحسب هذا البي جي سي دي دابا حنايا الا قبطنا الاعداد مثلا 25 ومثلا نعطيو بار اكزومبل ولا عشرة احسن خمسة باينه خمسة تجي ساهله هاد جوج شنو هو ديالهم أه كاين بزاف ديال الطرق باش تحسب جي دي المهم انا ما عنديش شي طريقه بالضبط اللي كنستعملها ما كتشوف غير الجو ديال الاعداد و لك انا بحال دابا راه باينه هو الخمسه حيت العشرة ماشي مضاعف ديال خمسة وعشرين إذا يعني درتي عشر عشرة زائد عشرة كتعطيك عشرين زائد عشرة ثلاثين يعني لا أنا غنلقاو شي عدد خاصنا نشوفو شي عدد مصغر عشرة علاش كتقسم كتقسم على جوج شحال هي خمسة في جوج مزيان ما يمكنناش نزيدو شي حاجه فوا واحد واحد راه ديفيزور ديال اي عدد يعني باش ما ديفيزور ما بين جوج ديال الاعداد كنقولو هو الواحد حيت كلهم يشتركون في الواحد هنا بالنسبه لل25 شنو هو 25 على جوج ما كتقسمش على جوج على ثلاثة ما كتقسمش على ثلاثة على أربعة ما كتقسمش على أربعة على خمسة خمسة ولكن فاش خمسة يعني هنا المشترك بيناتهم هذه هي الطريقة الأصلية اصغر واحد مشترك بيناتهم هنا اصغر واحد هو الخمسه يعني هو الخمسه هو الديفيزور ولكن هذا الطريقه كتستعملها نتايا ولكن البروغرام كيفاش غيدير يفهمها بحال اللي بي بغيتي بيت تعلموا الطريقه هذه يخدم بيها صعيبه بزاف كل عاد صعيبه صعيبه بزاف بقيت تما تمني خاصك تصوبو في ربع ساعه ولا قص ما انت غتصوبو في ساعتين الوقت ديال الامتحان كامل غت... تخصو غير ديك التمرين واش تصاوب ولا لا الا بغيتي تصاوب بهذه الطريقه المهم الطريقه اللي اللي ممكن البيسي يفهمها شنو هي بحال دابا نعاود نفس المثال خمسة و10 هذا هو المثال اللي كنا هاد هنا شنو هي الطريقه اللي اللي باينه المهم شوفوا ديروا بوز الفيديو وغتحاولوا تفكروا باش ماشي ديريكتومون تعرفوا الحل المهم هنا الطريقه عندنا شنو هما لي زوتي اللي عندنا شنو هما الاداء عندنا 25 و10 هذ جوج ديال الاعداد خاصنا نخرجوا منهم ديفيزور كوما لو بلو غون ديفيزور كوما ا أه يعني شنو هي الطريقه اللي خاصنا نخدموا ديما فكر في العالم في العمليات العالميات كنت حاين. فكر في العمليات طرح الضرب القسمه المهم الجمع حتى بهنايا اللي درنا 25 حنايا الديفيزور ديما كيكون صغر من الرقم يعني ما نمشيوش للجمع خصنا ديما شي حاجه صغر دابا 25 ما يمكنش الديفيزور ديالها يكون هو 30 ولا 5 هذاك الملتيبل اللي غنشوفوه ان شاء الله في الفيديو الجاي بي بي سي ام بلو بوتي ملتيبل كوم انا 25 نفكر في الطرح هنا غنديرو الا درنا 25 ناقص 10 شحال تعطينا تعطينا 15 ياك دابا هي ولات عندي 15 و 10 العدد الكبير ما عندي ما ندير به ها هي 15 10 اللي ولاو عندي اللي درنا عاوتاني 15 ناقص 10 شحال تعطيني 5 انا وصلت للمضمون ديالي الهدف ديالي انا وصلت له يعني كنديروا عمليه القسمه وكل ساعه ديك لو نوم بحال باينه 25 ولات 15 وانت يستو شكون الاكبر واش 15 ولا 10 ما عندنا علاش نديروا 10 ناقص 15 تيخرج نيجاتيف ما عندنا ما نديرو به المهم هادي هي الفكره الا قبطنا جوج ديال الاعداد هذا بان 27 و 10 اللي ما كيشتركوا في التلعبه يعني غير في واحد وجربنا نديروها تجي طويله شويه ولكن ماشي مشكل 27 ناقص 10 شحال كتعطينا 17 17 كبر من 10 نديرو عاوتاني 17 ناقص 10 شحال تساوي لنا هي سبعة ونديرها عاوتاني شكون اللي كبر دابا السبعة ولا العشرة عشرة هي يعني اللي كبر نديرو عشرة ناقص سبعة غتعطينا تلاتة شكون اللي كبر السبعة ولا 3 السبعة نديرو سبعة ناقص تلاتة اللي هي ربعة عاوتاني ربعة كبر من ثلاثة يعني ربعة ناقص تلاتة اللي هي شحال اللي هي واحد اه دابا هنايا احنا وصلنا لواحد يعني واحد هو الديفيزور كوم كوم الى جينا نكملوه شنو غيوقع غنديرو ربعة ناقص ثلاثة هي واحد ياك نزيدو نكملو حيت ما حيت البروغرام فوقاش خاصو خصي يوقف خاصنا نعطيو واحد الكونديسيون باش يوقف واش حنا نقول له باش تعرف بان هذاك هو الديفيزور كوم اتوقف لا ما يمكنش هنا ولات عندي واحد وثلاثة الى درنا ثلاثة ناقص واحد شحال تعطينا جوج الا درنا عاوتاني جوج ناقص واحد تعطينا واحد وشنو غيوقع غيوليو بجوج كيتشابهو ها هو الواحد كيساوي واحد هنا خاصنا نحبسو حيت الزيرو مخصناش نوصلوه له صافي يعني هنا غن بان الواحد هو لو بلو غون ديفيزور كومون اونتر سي دو نومبر هنا اول حاجه نطلبوا من لوتيليزاتور يعطينا ديك الرقم اج ديال الاعداد اللي باغي هنا يعني هنا غنديكلاريهم او بي نقول له هنايا دوني لو بروميير نومبر باختصار ان بي هنا ما غنديرو حتى لعبه سكونف حت هنا غنديرو سيدي بورسونتاج ديم حيت اونتي هنا لادريس ديالاش ديال ا وهنا نفس الشيء نبدلو بروميير بدوزيام و اب بي هنايا لو دوزيام هنايا بي صافي و ندوزو دابا للتمشغيل ديالنا هاد العملية اللي عاد درنا دابا كتغير لك الاعداد ديالك حنا ما عندناش الغرض بهم يتغيروا يعني شنو غنديك لا ري سي دي نسميها دو فاريابل ا نحط فيها ا والاي دو غنحط فيها بي باش هاد الاد او الايد هما اللي نخدم بهم هادو نعطيهم الثقه ما عنديش الغرض يتغيروا بهم. وشنو خاصنا بالضبط خاصنا اون بوكل حيت داكشي غيبقى يتعاود طونك جوج ديال الاعداد مازال ما كيتساوي. يعني ايد ان ديفيرون دو ايد حيت دوما يتساووا وغنوقف ما احتاجش نزيدو حيت تكون غير انستركسيون وحده هنا نبقى نتيستي كل ساعه الا كان ايد ان كبر من ايد دو شنو غندير غندير اد ان كتساوي اد ان ناقص اد دو يعني اد ان ناقص كتساوي اد دو الا كان العكس غندير اسيدي اد دو ناقص كتساوي اد ان وحنا سالينا هنا كاين انستركسيون وحده في كل كونديسيون يعني في المجموع كاين غتكون كونديسيون وحده في هذا البوكل ما عندنا علاش نديرو زاكولات صافي هنايا فوقاش غنخرجو من البوكل تيكونو متساويين هني الا بغينا افيشيو البي جي سي دي شنو غنديرو لو بي جي سي دي دو ا اي بي الا بغينا افيشيوهم داكشي علاش قلت لكم ما خصناش نبدلو لهم لي فالور ديالهم اي وهنا غنديرو بورسونتاج ديال الاول بورسونتاج ديال الاول هو ا الثاني هو بي والثالث هو اي أو لا اي حيت اصلا راهم متساويين في هذا النيفو هذا على بركة الله بسم الله بخمية نوم بنعطيه بحال قبايلة خمسة وعشرين دوزيام نوم بنعطيه عشرة صافي ها هو عطانا خمسة مزيان نعاودو شي تجربة واحد أخرى نديرو سبعة وعشرين وعشرة واحد مزيان سيتي حنا سالينا هذا هو الفيديو ديال هذا النهار كنتمنى تكونوا من استفدتوا شفتوا بطبيعه الحال بارطاجيو وما تنساوش تدعموا القناه بجيم ابوني كومونتيو كي كنشرح ديالي واش مزيان واش تال تما الا عندكم دي, إيه دي سوجيستيون على تمارين اي تمارين عرفتو لهم شو ولا مزيانين ولا شي حاجه كتبوهم في لي كومونتير وهادشي اللي كاين تبارك الله عليكم ونشوفو فيديو جاي ان شاء الله اللي كنا غنخدمو فيه البي بي سي ام باي باي